أنا أمس ذكرت قلت تنظيم الجماهير وانسيابية دخول الجماهير ربما وأنا قلت بالبدايات السؤال التحليلي أفضل أهم النتيجة وأهم من كل شيء، لأنه الآن أعطينا رسالة اطمئنان للعالم كله بصراحة أنه الأمور طبيعية جدا، وانسيابية دخول جماهير وخروج جماهير لم نشاهد الإرهاصات اللي كانت تحصل في بطولة الخليج. لذلك هذه المباراة تختلف تفاصيلها، تختلف تنظيمها، أدائها، أول مباراة، ونحن تكلمنا أنه لأول مباراة محظوظين أنه تكون في العراق مع فريق من البداية تكلمنا عنه ليس بالفريق اللي يمتلك الجودة العالية. لذلك شاهدنا أنه طريقة تسجيل أهداف عندما تتكلم على الهدف الأول والثالث تقريبا نسخة طبق الأصل، عملية الضغط المتقدم، عملية إجبار الفريق الإندونيسي بالوقوع بالخطأ، وبالتالي سجلنا الهدف الأول وسجلنا الهدف الثالث، هدف أسامة رشيد. هذا شوف هذا الهدف اللي جاي أتكلم عنه، عملية إجبار المنافس بالوقوع بالخطأ وبالتالي حصل هدف. الهدف الأول اللي سجله بشار أيضا عملية الضغط المتقدم، عملية تحول من الهجوم إلى الدفاع، وبمثالية أنا أقول علي العماري قام بالضغط على المنافس أمير العماري وسلم الكرة لبشار. أيضا الهدف الخامس هدف علي الحمادي، مناولة مهمة جدا من علي جاسم اللي اليوم أنا أشاهده من أميز اللاعبين بصراحة.